يلعب الخطاب الديني دورا كبيرا في تثقيف الناس وتوجيههم نحو المبادئ السامية للدين الإسلامي، والخطيب الناجح هو الذي يمتلك القدرة على ترقيق القلوب وبث روح المحبة والتآلف في نفوس المتلقين. كلمات ناعمة تتسلل إلى أعماق القلب بعبارات مؤثرة يطلقها الخطيب في خطبته التي يلقيها على المصلين بعد الصلوات، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك والذي ترتفع فيه نسبة ارتياد المساجد، فهذا الموسم هو أفضل فرصة لتعريف الناس بتعاليم دينهم الحنيف. لا شك أن المسجد من أكثر المحاضن المؤثرة في نفوس الناس، وبالتالي من المهم جدا أن يتولى يعني الإدارة والمتابعة في المساجد من الأشخاص من أصحاب الوسطية والخطاب الديني المتميز الذي يؤثر فعلا في الناس ويجذبهم ويحببهم في الدين ويجعلهم يرغبون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعون. ولهذا مهم جدا اليوم أن نعرف نحن الأئمة والخطباء ماذا نقدم للناس، وبأي خطاب نتحدث وبأي لغة نتكلم مع الناس، حتى يعني نعرف إلى أين نريد أن نصل بالبشر بشكل عام. نحن مهمتنا ورسالتنا أن ننقذ الناس من يعني وحي الضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى إلى يعني أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يقرب إلى الله عز وجل أكثر من كتابه الكريم. في هذه الأيام المباركة يحرص الدعاة والخطباء على إظهار كل ما لديهم بأسلوب مشوق يمتاز بالسلاسة ويشد المتلقين ويشجعهم على التمعن في أمور دينهم ودنياهم ليعودوا إلى الله، فكل موضوع يطرحه الخطيب يلفت انتباه الناس إلى بعض معاني الآيات القرآنية ومقاصدها. دور الخطاب الديني في المساجد وجوامع مملكة البحرين الذي يأتي من خلال دروس اليومية التي تقام وخطب الجمعة هو خطاب يجب أن يكون بسيط ويسير، وكذلك يحتوي على جميع القيم الإسلامية التي النابعة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الخطابات يجب أن تكون في مستوى العقول، وكذلك بعيدة عن أساليب التطرف ويعني بها من الرقائق وبها من المواعظ التي تكون كافية لاستقطاب الناس إلى المساجد ويعني بث الروح الإسلامية وروح التربية الإسلامية في نفوس الجيل القادم إن شاء الله، وكذلك يعني عوام الناس من الشباب. تكوين قاعدة إيمانية وثقافية لدى المصلين من خلال استعراض مختلف القضايا بأسلوب جذاب يربط الناس بدينهم ويمدهم بالوصف السليم والفهم الصحيح للإسلام بالترغيب والتبشير لا بالتهديد والوعيد. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.